ايه للسرعة؟ والسؤال هو في اي رياضة شاركت مارلا رانيين بدورة الالعاب الاولمبية الصيفية سيدني 2000؟ امريكية، اتولدت بمرض وراثي اصاب شبكية العين وهو ده السبب في فقدان بصرها، ولكن هي أول واحدة تشارك في الأولمبيكس من قادرون باختلاف بصري. أحمد جمال، إجابتك؟ السباحة. لا، مش السباحة، إجابة خاطئة. ليها مقولة جميلة جدا: بقليل من الإبداع وكثير من العمل لا يوجد مستحيل. دورة، إجابتك؟ رفع الأثقال؟ إجابة خاطئة. جري. أيوة يا منة، بالظبط كده يا منة، ألعاب قوة. في الحالة دي يا منة، عشان أنت جاوبتي صح هخليك أنت اللي تختاري مين اللي بتجي الأول. هما. حلو أوي هما دي. خلاص، منة الوحيدة اللي قالت ألعاب قوة، فمن حقها تختار، واختارت خان الخليلي تبتدي الأول. مش هزعلك. كان 1500 متر وحصلت على المركز الثامن. خان الخليلي هتبتدي الأول. وأول فقرة يا فقرة العلم. العلم. العلم خمس أجزاء: جغرافيا، تاريخ، 50-50، أدب وعلوم. خان الخليلي امتى شكر؟ أدب إن شاء الله. أدب إن شاء الله. تمام، جغرافيا. والسؤال: ما هو أطول نهر إفريقي يصب في المحيط الهندي؟ اهدي يا منة، طول النهر ده حوالي 3500 كيلومتر، رابع أطول نهر في قارة إفريقيا. ثانيتين، مريم زكريا، إجابتك؟ نهر أورنج. إجابة خاطئة. في إجابة؟ سليمان. زمبيزي. إجابة صحيحة. ينبع من زامبيا نهر الزمبيزي. 10 نقاط. أمون، وعندكم سؤال في الجغرافيا، أنت جوكر يوسع البازر. جغرافيا والسؤال: في أي من دول عرب آسيا يقع كهف الحفرة السابعة؟ بيقع على هضبة سلمة، طول الكهف حوالي 11.5 كيلومتر، وعمق الكهف 122 متر، 20 نقطة. صراحة مفيش إجابة من طبعا تخمين. تكوينات جيولوجية بديعة. إجابتك؟ اليمن؟ لا، مش اليمن. اليمن إجابة خاطئة. فرصة 20 نقطة. إجابتك؟ العراق. لا، مش العراق. إجابة خاطئة. اختياراته معلومة: زائد 20 أو ناقص 10. البحرين، الكويت، الأردن، سلطنة عمان. قريب من كهف مجلس الجن. الأردن إن شاء الله. إجابة خاطئة. سلطنة عمان. معلش، خان الخليلي ناقص 10 وأمون 10. خان الخليلي، سؤال في التاريخ. تاريخ والسؤال: في أي دولة أوروبية حدثت معركة تريبيا عام 1799؟ الحرب دي كانت قصيرة، استمرت 2 يوم بس، كانت جزء من حرب التحالف الثاني. هزيمة قاسية للفرنسيين
على يد الروس والنمسا. أحمد جمال إجابتك. والمعلومة اللي في الآخر دي لخبطتني. أنا كنت أقول إيطاليا وغيرت رأيك. لا هي إيطاليا. أنا أقول إيطاليا. نقول إيطاليا. عنديش إجابة تانية. أحمد جمال إجابة صحيحة. هي إيطاليا فعلا. عشان نقاط خان الخليلي هنبتدي من نقطة البداية. أمون تاريخ والسؤال. في عهد أي خليفة عباسي تمت السيطرة على مدينة هرقلة عام 806 ميلاديا؟ في عهد الخليفة العباسي الخامس أثناء الحرب الإسلامية البيزنطية، كانت بسبب إن البيزنطيين هاجموا الصخور الإسلامية، فالجيش الإسلامي هاجمهم وانتصر عليهم واستولى على المدينة. إجابتك؟ مش فاكر. هارون الرشيد. هارون الرشيد إجابة صحيحة. يا محظوظ اللي حكم 23 سنة. أيوة طبعا هو هارون الرشيد. النتيجة اتغيرت 20 أمون، مفيش نقاط خان الخليلي. دلوقتي أمل ومنا، منا وأمل اتفضلوا. وعندنا دلوقتي أول سؤال لأمل محسن. ازيك يا أمل؟ ازي حضرتك؟ عامل أنا كويس الحمد لله. مستعدة؟ اه. 50-50 والسؤال هو مارجو أكبر جزيرة نهرية بالعالم، ففي أي من دول أمريكا الجنوبية تقع؟ مساحتها حوالي 40,000 كيلومتر مربع. إجابتك؟ البرازيل. البرازيل إجابة صحيحة. برافو عليك. موجودة في دلتا نهر الأمازون. برافو عليك يا أمل، خليتي خان الخليلي يظهر بقى. صح. 10 خان الخليلي، 20 أمون. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. ازاي حضرتك؟ كويسة. بس سؤال بس. لا أنا اللي بسأل. سؤال بس. سؤال واحد؟ واحد بس. اتفضلي. طبعا النهارده كان مبسوطة جدا عشان معايا براء طبعا صاحبي الفرقة في النادي صاحب الجياد. يعني بشكره عشان هو جاء يشجعني عشان نكسب. براء جه يشجعك عشان تكسبه؟ اه. تمام. بس فين السؤال؟ بقول لك اهو. ده مش سؤال. عشان انا عشان مبسوطة. دي معلومة. أنا مبسوطة. مبسوطة من براء؟ نحيي كلنا. هو جاي يشجعك. ايوه هو جاي يشجعني. معناها ايه؟ تركزي عشان السؤال اللي جاي مش سهل. اتفقنا؟ كنا قده. انت قده؟ اه. 50-50 والسؤال هو الى اي دولة اسكندنافية تتبع جزر فارو؟ مساحتها حوالي 1400 كيلومتر مربع، بتتكون من مجموعة جزر غير مأهولة، مفيش فيها بني آدمين، وجزر وشعاب مرجانية. إجابتك؟ هقول الدنمارك. يا سلام عليك، إجابة صحيحة. برافو عليك يا مان. طبعا الدنمارك. 10 نقاط، النتيجة 30 أمون، 10 خان الخليلي. وطبعا بنشكر محمد مرزوق وأحمد الهلباوي، أحمد الهلباوي ومحمد مرزوق. خان الخليلي حان معاد الجوكر. سؤال ب20 نقطة. لو الإجابة صح اتعادلتوا. إن شاء الله. يا رب. بإذن الله. أدب والسؤال. من هو الكاتب المصري المعاصر؟ مؤلف كتاب أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها. خلاص أنت دوست على البازر يبقى تجاوب. طارق إمام. عادي. طارق إمام ب20 نقطة، إجابة صحيحة. انتشرت 2024 125 أقصوصة، قصة الومضة، يعني قصة قصيرة جدا، 30
خان الخليلي 30 أمون. أمون أدب وسؤال. من هو الشاعر اللاتيني مؤلف ديوان كتاب التساؤلات؟ 12 1979، بعد وفاته. لماذا لم أمت؟ حينما ماتت طفولتي. بابلو نيرودا. بابلو نيرودا إجابة صحيحة. ولماذا يتبعني هيكلي العظمي إذا كانت الروح فارقتني؟ حضرتك لما قلت لي 12 بعد وفاته إيه اللي فرق؟ شفتوا بقى إن المعلومات بتفرق؟ إن هو مات 73-74 في حدود. المعلومات بتفرق. 40 أمون 30 خان الخليلي. علوم والسؤال. في أي دولة آسيوية يتم منح جائزة شاو العالمية منذ عام 2004؟ بتمنح في ثلاث مجالات: الفلك، الحياة والطب، والعلوم الرياضية. وصلت قيمة الجائزة للفرع الواحد 1,200,000 دولار. مشهورة بنوبل الآسيوية. أنا عارف إنك محتار ما بين دولتين، هتقول إيه؟ شاو. الصين. كان عندي إحساس إنك هتقول الصين. إن شاء الله صح. أمون، في إجابة تانية؟ لا، هو لو غلط فيبقى فيك، ما أعرفش. أنا كنت هخمن الصين زي محمد. بس كنت هتقول الصين برضو. أها. محمد عاطف، أنا عندي إجابة. عندك إجابة؟ بس عندك إجابة تانية؟ مش هقولها. محمد عاطف. غلط. إجابة صحيحة. هي الصين فعلا يا منى. 10 نقاط، 40-40. آخر سؤال في الفقرة، أمون علوم والسؤال. من هو العالم العربي مؤلف كتاب شرح تشريح القانون؟ شرح مفصل لكتاب القانون في الطب. عالم عربي. طب ما فيش 12 سنة كمل. إجابتك أبو بكر الرازي. أبو بكر الرازي إجابة خاطئة. أخد إجابة. أحمد جمال. ابن سينا. هو كتاب القانون في الطب لابن سينا، فهو كان بيشرح كتاب ابن سينا. أحمد جمال إجابة خاطئة. 4 اختيارات زائد 10 أو ناقص 5. ابن الهيثم، ابن رشد، أبو القاسم الزهراوي، ابن النفيس. مين هياخد الريسك؟ عالم عربي طبعا ابن النفيس. برضو موضوع ان احنا ناخد الريسك في ماتش زي ده مش سهل، ما اقدرش الومكم. يعني الاجابه كانت عندكم ولكن خايفين، وطبعا انا اعذركم. تمام، تعادل 40-40. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانيه مع فقره المعرفه والعباقره.